بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثالث. على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا إن تمسكنا به خير أمة أخرجت للناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام مبني على خمسة أركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الأركان هي أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وما زاد عنها من الطاعات وتجنب المحرمات فإنه مكمل ومتمم لها. دين الإسلام يتكون من أركان خمسة هي مبانيه التي لا بد منها، ومن سائر العبادات والطاعات والقربات التي هي تكمل هذه الأركان وهي من حقوقها. وكذلك الإسلام يشمل تجنب كل ما حرم الله، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، والطاعة تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. الطاعة تشمل فعل الواجبات والمستحبات، وتشمل كذلك ترك المحرمات والمكروهات. كل ذلك من دين الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
فالإسلام واسع، الإسلام واسع بكل، يشمل كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، وليس الإسلام مقصورا على هذه الأركان الخمسة أو هذه المباني الخمسة، وإنما هو شامل لكل الطاعات ولترك جميع المحرمات. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، وكافة يعني بجميع شرائعه، فلا يأخذ الإنسان جانبا من الإسلام ويترك الجوانب الأخرى، وإنما يأخذ الإسلام كله حسب ما يستطيع وحسب ما يقدر عليه. هذا هو الإسلام، حتى إنه يشمل المعاملات والبيع والشراء، بأن يتقيد المسلم بالمعاملات المباحة الطيبة، ويتجنب المحرمات والمكاسب الخبيثة، كل ذلك من الإسلام. الأخلاق الطيبة، تخلق المسلم بالحياء ويتخلق بالكرم ويتخلق بالأخلاق الفاضلة من الأقوال والأفعال، كل ذلك من الإسلام. وهذا هو المسلم الذي انقاد لله سبحانه وتعالى باتباع ما شرعه لعباده. ومن أركان الإسلام ما نحن فيه الآن، وهو الصيام. أركان الإسلام الخمسة منها ما يتكرر في جميع اللحظات، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا الركن، ركن الشهادتين، لا يتخلى عنه المسلم أبدا، دائما وأبدا هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في جميع حياته، قائم، يكون قائما على هاتين الشهادتين، لا يتخلى عنهما أبدا. ومن أركان الإسلام ما يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وهو الصلوات الخمس المفروضة. هذا الركن يتكرر في حياة المسلم في كل يوم خمس مرات في أوقات حددها الله سبحانه وتعالى لعباده: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مشروعة ومفروضة في أوقات معينة من الليل والنهار، فالظهر يجب إذا زالت الشمس، والعصر يجب إذا صار ظل الشيء مثله، تساوى الظل والشاخص، والمغرب يجب إذا غربت الشمس، والعشاء يجب إذا غاب الشفق الأحمر، والفجر يجب إذا طلع الصبح. هذه مواقيت الصلوات الخمس. ومن هذه الأركان ما يتكرر كل سنة، وهو صيام شهر رمضان، هذا يتكرر
كل سنة في حياة المسلم. ومن أركان الإسلام ما يكون مرة واحدة في العمر على من استطاع، وهو الحج والعمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن المرة فهو تطوع، لأن الحج يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى سفر، ويحتاج إلى كلفة. فالله جل وعلا خفف عن عباده، فجعله مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. هذه أركان الإسلام. ونحن الآن مع الركن الرابع، وهو الصيام، صيام شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، وخص المؤمنين بهذا النداء، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ويصغون إلى ندائه بموجب الإيمان. والإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، أن تؤمن بهذه الأركان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن استوفى هذه الأركان فهو المؤمن. والإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان. وأما أركانه التي ينبني عليها فهي هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا. الذين آمنوا هذا الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذي هو يتكون من هذه الأركان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله خص المؤمنين بالندى لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله ويستجيبون لندائه. أما الكفار فإنهم لا يستجيبون لنداء الله ولا يمتثلون أمره، فلذلك أعرض الله عنهم. وأيضا الكفار لو صاموا لا يقبل صيامهم حتى يؤمنوا بالله عز وجل
قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه عن المشركين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالكافر والمشرك لا يقبل منه صيام ولا غيره من الأعمال حتى يؤمن بالله عز وجل. ولهذا خص الله المؤمنين، لأنهم هم الذين يقبل منهم الصيام، وأما الكفار فلا يقبل منهم الصيام ولا سائر الأعمال حتى يؤمنوا بالله عز وجل. ومن هنا أخذ جمهور العلماء أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرائع، لأن الله لم يخاطبهم بالصيام، وإنما خاطب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومن العلماء من يقول إنهم مخاطبون بفروع الشرائع، وكيف يكونون مخاطبين بفروع الشرائع وهم لو فعلوها لم تصح؟ قال: نعم، لو فعلوها لم تصح، ولكن يعذبون في النار والعياذ بالله عذابا زائدا على الكفر، يعذبون على ترك الصلاة، ويعذبون على ترك الزكاة، ويعذبون على ترك الصيام، ويعذبون على ترك الحج والعمرة عذابا زائدا على عذاب الكفر والشرك. هذه ثمرة الخلاف بين العلماء: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أو لا، مع أنهم مجمعون على أن الكفار لو فعلوا العبادات لم تقبل منهم ولم يثابوا عليها، وإنما فائدة الخطاب أنهم يعذبون عذابا زائدا على عذاب الكفر. وأما الجمهور فيقولون يعذبون على الكفر، ويدخل فيه تركهم لسائر الطاعات، لا أنهم يعذبون عذابا زائدا على الكفر. يكفي العذاب على الكفر والشرك والعياذ بالله. الحاصل أن الله جل وعلا خص المؤمنين بالنداء تشريفا لهم وتكريما لهم وتنويها بشأنهم، لأنهم هم الذين يصغون إلى أوامر الله وندائه ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. كتب عليكم الصيام، كتب معناها فرض، كتب معناها فرض، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني فرض عليكم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. معنى كتب يعني فرض. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. فالصيام فرض على هذه الأمة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه ركن من أركان الإسلام، فقال:
وأن تصوم رمضان. وصيام رمضان بيّن صلى الله عليه وسلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأنه فرض على هذه الأمة، وأنه من المباني التي بني عليها هذا الإسلام. والصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء، يقال صام عن الكلام، يعني أمسك عن الكلام، كما قال في قصة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمى الإمساك عن الكلام صياما، والإمساك عن المشي يسمى صياما أيضا في اللغة، اللغة العربية، يقال صام عن المشي، يعني أمسك عن المشي، كما قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجماء. فقوله خيل صيام، هل الخيل تصوم؟ صيام يعني مربوطة، ما تمشي، مربوطة عن المشي. قال امرؤ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. الثريا النجم المعروف، يقول طول الليل كأن الثريا واقفة ما تمشي، علقت في مصامها يعني في مكانها ولم تتحرك، بأمراس كتان، أمراس كتان اللي هي خيوط، خيوط القوية. الحاصل أن الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء. أما الصيام في الشرع المراد به الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس كما يأتي، هذا هو الصيام في الشرع، هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. وهذا هو المقصود في الآية: كتب عليكم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما يأتي في الآيات التي بعد هذه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم السابقة. فدل هذا على أن الصيام عبادة مفروضة على جميع الأمم وليس خاصا بهذه الأمة. ولماذا قال سبحانه كما كتب على الذين من قبلكم؟ من أجل أن يهون على النفوس مشقة الصيام، فإن الأشياء الشاقة إذا كانت عامة فإن هذا يسهل على النفوس تحملها. فالله قال كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل أن يتسلى الصائم بأن هذا شيء عام لجميع الأمم فيصبر عليه، يصبر على الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من المؤمنين السابقين الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يصومون. فالصيام عبادة قديمة وعبادة عامة لجميع المؤمنين من أول الخلق إلى آخرهم.
لكن يختلف صيام الأمم بعضها عن بعض، لأن الله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله شرع الصيام لكنه يختلف عن صيامنا، كما تختلف الشرائع بعضها عن بعض، كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال: لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة من الصيام، والله شرع الصيام لأجل أن تحصل الوقاية به من المكروه، الصيام وقاية من المكروه، وقاية من المكروه في الآخرة، لأنه يقي من النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، ووقاية في الدنيا لأنه يقي المسلم من الأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، يقيه من الكلام المحرم ومن النظر المحرم ومن السماع المحرم. فالصائم إذا صام فإنه يمسك عن الطعام والشراب والشهوات المباحة له في غير حالة الصيام، ويمسك كذلك عن المحرمات التي حرمها الله على الدوام. فالصائم يمسك عن أشياء مؤقتة، وهي الطعام والشراب والاستمتاع بأهله، هذه أشياء مباحة حرمها الله على الصائم وقت الصيام فقط، وأباحها له في وقت الإفطار. وهناك أشياء محرمة دائما وأبدا، فيتجنبها الصائم ويتوقاها، كالغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام المحرم. الصائم يتجنب هذا ويحفظ لسانه، لأنه إذا تكلم بالكلام المحرم وهو صائم فإن هذا يؤثر على صيامه. وكذلك الصائم يغض بصره عما حرم الله، وإن كان غض البصر قد أمر الله به دائما وأبدا، غض البصر واجب، والنظر إلى ما حرم الله هذا حرام دائما وأبدا، ولكن الصائم بالخصوص يتأكد في حقه أن يغض بصره، لأنه إذا أطلق بصره في الحرام أثر ذلك على صيامه، فأصبح تعبا بلا فائدة. كذلك الصائم يصوم سمعه عن سماع الكلام المحرم من غيبة أو نميمة أو سباب أو شتم، لا يستمع إلى هذه الأشياء، وكذلك عن سماع الأغاني والمزامير وآلات اللهو، هذه محرمات دائما، ولكن الصائم يتجنبها لأنه صائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صام أحدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه، فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم،
إني صائم. فلا يتكلم المسلم الصائم، لا يتكلم بالكلام البذي الكلام المحرم، ولو أن أحدا تطاول عليه وتكلم عليه فلا يرد عليه، بل يقول إني صائم إني صائم، يتذكر صيامه. فقوله تعالى لعلكم تتقون، أي أن الله شرع لكم الصيام لأجل أن يقيكم هذا الصيام، أن يقيكم هذا الصيام ما عما يضركم بالدنيا والآخرة. فالصيام وقاية بينك وبين الحرام، وقاية بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الصوم جنة، والجنة هي السترة التي يتخذها المقاتل من الحديد والفولاذ، يتخذها أمامه يتقي بها سهام العدو، هذه هي الجنة. الجنة هي السترة التي يتخذها وقت القتال. فالصيام جنة بينك وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى، كما أن السترة التي يتخذها المقاتل سترة بينه وبين سلاح العدو. هذه فائدة الصيام، أنه يقيك من عذاب الله، ويقيك من الكلام المحرم، ومن النظر المحرم، ومن السماع المحرم. قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها. قالوا يا رسول الله بما يخرقها؟ قال بغيبة أو نميمة. فإذا صام الإنسان ترك الطعام، ترك الشراب، ترك الاستمتاع بزوجته، لكنه لم يترك الكلام المحرم، ولم يترك السماع المحرم، ولم يترك النظر المحرم، هذا لا يسمى صائما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أفسد صيامه. الصيام جنة ولكنه خرقها فصارت ما تقيه. هذا الصيام لا يقيك من عذاب الله ولا يقيك من المحرمات، إذن ليس صياما صحيحا. ولهذا جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. الصيام ليس الصيام عن الأكل والشرب فقط، ولكنه صيام أيضا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا الصيام الذي تصومه إذا حفظته وتقيدت به صار وقاية لك في الدنيا والآخرة، وقاية لك في الآخرة من النار، ووقاية لك في الدنيا من الأعمال والأقوال والأفعال الخبيثة. هذا الصيام يحفظك، ولذلك تجدون الصائم أحسن من المفطر، تجدون الصائمين عليهم الوقار وعليهم العبادة وعليهم الخشوع وعليهم السكينة وعليهم تجنب المحرمات، لأن الصيام منعهم ووقاهم من هذه الأمور. ولهذا قال لعلكم تتقون، أي شرع لكم الصيام لأجل أن تحصل لكم التقوى، والتقوى معناها أن تتخذ وقاية دونك ودون ما تكره. الصيام وقاية لك، يقيك مما تكره. هذا الصيام الصحيح، الصيام الذي صانه صاحبه عما حرم الله، هذا هو الذي يكون وقاية. أما الصيام الصوري الذي لم يتجنب صاحبه المحرمات من الكلام والنظر والسماع وغير ذلك، فهذا صيام صوري وليس صياما صحيحا. ولذلك يكون حظ صاحبه التعب بدون فائدة،
كما جاء في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، لأن الأمور ليست في صورها الظاهرة فقط، ولكنها تكون بحسب ما يقوم بقلب المؤمن من خشية الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، هو الصيام الذي صانه صاحبه عن كل ما حرم الله، عن المفطرات الحسية من الأكل والشرب والمفطرات الحسية، وعن المفطرات المعنوية وهي الكلام المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم. هذا هو الصيام الصحيح الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين الذين حفظوا صيامهم وحفظوا قيامهم من الرياء والسمعة ومن المفسدات، وأرادوا بهما وجه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال في هذه الليلة يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، أشكل علي حديث لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث، وقيام بعض السلف الصالح بختمه في يومين ويوم وأكثر من مرة. الحديث في صلاة الليل، حديث في صلاة الليل، أما تلاوة القرآن في غير الصلاة فالمسلم يقرأه على حسب استطاعته ويكثر من ختمه ولو كل يوم. ومن العلماء من كان يختم في اليوم مرتين كما هو مذكور عن الإمام الشافعي وغيره، هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الصفة الصحيحة لصلاة الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: تقرأ القرآن في عشر ليال. عشر ليال هذا أحسن شيء. عشر ليال يعني كل ليلة يقرأ في صلاة الليل ثلاثة أجزاء، فيختم القرآن في كم؟ في عشر ليال. فقال ابن عمر ابن عمرو رضي الله عنه إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في كل سبع ليال، يعني تحزب القرآن على سبع ليال في صلاة الليل. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاث ليال، يعني قيام الليل، يقرأ في كل ليلة في صلاة الليل عشرة أجزاء. فقال إنه يطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند ثلاث ليالي، لأنه إذا قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليالي في قيام الليل هذا يشق عليه. هذا الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في تحزيب القرآن في صلاة الليل، وجهه إلى أعلى شيء ثلاث ليالي، وأسهل شيء عشر ليالي، والمتوسط سبع ليالي. وقال له صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ولهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبرت سنه شق عليه وقال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شق عليه لما كبر أنه يختم القرآن في كل ثلاث، فقال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا التحزيب
في صلاة الليل. أما يقرأ القرآن في غير الصلاة فالأمر واسع مطلق، ولو يختم القرآن في اليوم مرتين لا مانع من ذلك. نعم. وهذا سائل يسأل عن استعمال السواك في نهار رمضان. لا بأس، بل يستحب استعمال السواك في نهار رمضان وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك ورغب فيه، ولم يحدد في رمضان أو غيره، فالسواك سنة في نهار الصيام وفي غيره عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أخي أعطاني مبلغا أو أمانة وتوفاه الله عز وجل، وله زوجة وأبناء صغار، السؤال: لمن يتم تسليم الأمانة؟ إلى ورثته، لما مات صار هذا المال لورثته، لزوجته ولأولاده. الزوجة لها الثمن، ولأولاده مثل الذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان له والدان، إن كان له والدان فلكل واحد منهما السدس، والزوجة لها الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن له والدان فيكون المال للزوجة الثمن، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت أمه موجودة لها السدس، وإن كان أبوه موجودا له السدس، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وفرض الزوجة الثمن. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تناول اللحوم في الدول الغربية؟ اللحوم المذكات زكاة شرعية، أكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كنتم بآياته مؤمنين. فإذا كانت اللحوم مذكاتا زكاة شرعية فإنها حلال. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، يشترط الزكاة الشرعية، سواء كان الذابح مسلما أو كان كتابيا، يعني من اليهود أو النصارى، تحل ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب الذبائح. وأما إن كان الذابح غير كتابي وغير مسلم، إن كان مشركا أو كان ملحدا، فإن ذبائحهم لا تحل، ذبائح الكفار والمشركين والملاحدة والمرتدين لا تحل. لم يستثني الله من الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب فقط. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي أختي متبرجة وقد نصحتها ولم تنتصح، فهل يجوز لي أن أهجرها زجرا لها؟ نعم، إذا كان زجرها، إذا كان هجرها فيه زجر لها وتتأثر وتتوب إلى الله فاهجرها. نعم. أما إذا لم ينفع فيها الهجر فعليك بمناصحتها، وعليك بإلزامها بالحجاب، لأنك أنت وليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فأنت القائم عليها، ألزمها بالحجاب، إذا لم تمتثل ألزمها ولو بالضرب والتأديب حتى تلتزم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم معانقة الزوجة أثناء الطواف حول الكعبة؟ لا يجوز هذا، طواف بالبيت مثل الصلاة، مثل الصلاة، إلا أنه يباح فيه الكلام فقط، لا يجوز أنه يعانق زوجته. وكيف يعانق زوجته أمام الناس؟
ففي محاذير وفي شر. يعني لو ما في المطاف إلا هو زوجته ما يجوز له يعانقها، فكيف إذا كان المطاف رجال وفيه؟ هذا قلة حياء وقلة خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: سماحة الشيخ، نرى من الناس من يصلي 10 ركعات مع الإمام في المسجد الحرام ثم لا يكملون الباقي، علما بأنهم يجلسون يتحدثون يقولون السنة 11 ركعة، فهل نصلي 23 ركعة أم نكتفي بإحدى عشر ركعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما دام الإمام يصلي وأن تريد الأجر فصلي مع الإمام ولا تحرم نفسك من هذا الثواب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة التراويح بحد معين، بل رغب في قيام الليل ما لم يحدد، ورغب في قيام رمضان فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد ب13 ركعة أو 11 ركعة، ما حدد، بل قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف. هذا مطلق، سواء كان الإمام يصلي 13 أو يصلي 23، كله سنة ولله الحمد. فكيف الإنسان يحرم نفسه، لا سيما أنه يدعي أنه طالب علم أو أنه عالم، كيف يحرم نفسه من هذا الثواب وينصرف والناس ينظرون إليه وهو طالب علم ويقتدون به؟ هذا غلط، هذا غلط مبين. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: ما هو الأفضل لأهل مكة في رمضان، الإتيان بعمرة أم الإكثار من الدعاء والصلاة؟ ثم أيضا تكمل للجواب اللي قبل هذا، هل ينفصلون عن الإمام ويجلسون؟ هذا فيه تفريق لكلمة المسلمين، مفروض أن المسلمين يكونون جماعة واحدة وأن يصلون وأن يصلوا جميعا ولا يتفرقون. ما دام المسلمون يصلون فصلي معهم، أنت مسلم صل مع المسلمين يا أخي، لا تحرم نفسك الأجر ولا تظهر المفارقة والمخالفة وتكون قدوة سيئة للآخرين، تحرم نفسك من هذا الثواب العظيم. وأما السؤال الذي بعد هذا، نعم، يقول: ما هو الأفضل لأهل مكة في رمضان، الإتيان بعمرة أم الإكثار من الدعاء والصلاة؟ الذي في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين عليها، الذي في مكة الأفضل أن يتعبد في المسجد الحرام بالاعتكاف وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وصلوات النوافل والفرائض، يصلي مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. فجلوسك في المسجد الحرام تعتكف وتصلي الفرائض مع الإمام مع جماعة المسلمين وتصلي النوافل ما تيسر لك وتطوف بالبيت ما تيسر لك، هذا أفضل من أنك تخرج وتأتي بعمرة. مع أن الخروج من مكة للإتيان بعمرة هذا محل نظر عند العلماء، يقولون الأولى أنه يبقى في مكة ولا يخرج من أجل العمر. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل من الممكن أن أقوم بعمرتين في مدة لا تزيد عن 3 أيام وإن كنت قد حلقت شعري بالموس، ففي الثانية ماذا أفعل؟ هذا أجبنا عنه، قلنا الأفضل لمن كان في مكة سواء كان من أهلها أو من المقيمين فيها، الأفضل أن يبقى في المسجد الحرام للعبادة ولا يخرج لعمرة. وإذا خرج يجوز له ذلك،
لكنه ضيع فضائل كثيرة وضيع خيرات كثيرة أفضل له من الخروج للعمرة. وأما حلق الرأس فلا بد منه للعمرة، لأن حلق الرأس نسك مناسك العمرة، فإن كان فيه شعر يحلقه، وإلا يجري الموس عليه، يجري الموس عليه، إذا كان فيه شعر يأخذه. وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب. إن كان ولا بد يصبر إلى أن يظهر له شعر في رأسه يحلق. وأما أنه يكرر العمرة وهو حليق الرأس ولا يجد شيء يحلقه، فهذا مما يدل على أن بقاءه في مكة وتعبده في المسجد الحرام أفضل له من هذا الأمر بكثير وكثير. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدتي أو والدي، وما هي الشروط في ذلك؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام جاز لك أن تعتمر عن غيرك، عن والديك أو عن غيرهما. ولكن كما ذكرنا وكررنا، الأفضل أن تبقى في المسجد الحرام وتدعو لوالديك وتدعو لمن تريد في الطواف وفي الصلاة وفي جلوسك، وهذا أفضل من العمرة لهم. نعم. يقول السائل: ما قولكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقوم الحي على قبر الميت ويقول: يا ليتني كنت مكانك؟ نعم، هذا إذا اشتدت، والعياذ بالله، اشتدت الفتن والشرور، وصار الإنسان يرى أمورا شديدة تأتي على الناس في آخر الزمان من القتل والسلب والنهب وعدم الأمن والخوف الشديد، يتمرغ على القبر ويقول: يا ليتني كنت مكانك. وما به الإيمان، ما به إيمان، ما هو قصده فرار بدينه، وإنما قصده السلامة من الفتن اللي هو يرى تخلص منها، والعياذ بالله. هذا يدل على شدة الفتن في آخر الزمان. نعم. الله. يقول السائل: هل تحية المسجد مستحبة أم واجبة، وجزاكم الله خيرا؟ تحية المسجد عند جمهور أهل العلم مستحبة وليست واجبة لمن يريد الجلوس في المسجد. إذا دخل المسجد يريد الجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا مستحب. ولو جلس ولم يصلي جاز هذا، لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاجتماع على قيام ليلة من كل شهر مع عدم تحديد ليلة بعينها؟ لا يجوز ترتيب هذا. إذا كان هذا مرتبا كل يعني كل شهر يجتمعون ويصلون جماعة في الليل في قيام الليل، هذا بدعة. المسلم يصلي من يقوم من الليل ما تيسر له، ولا يجتمع مع أحد يكونون جماعة مرتبة كل شهر مرة أو مرتين، هذا بدعة. إلا في رمضان، هذا إنما هو في رمضان خاص، غير رمضان لا. أما لو أنه صادف بعض المرات أنهم اجتمعوا وصلوا بدون ترتيب وبدون قصد فلا مانع، بعض الأحيان بدون ترتيب وبدون قصد لهذا الشيء. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صمنا أول يوم هنا في المملكة، وفي بلدنا صاموا قبلها بيوم، ونود الرجوع إلى بلدنا، فماذا نفعل؟ هل نصوم معهم أو نفطر معهم؟ حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه. إذا ذهبتم ورأوا الهلال ورأوا الهلال آخر الشهر فأفطروا معهم، أفطروا معهم. وإن كان نقص عليكم يوم من رمضان فإنكم تقضونه، إذا كان نقص عليكم يوم من رمضان تقضونه.
نعم، لكن تفطرون مع الناس ولا تخالفوهم. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام وحدده بالصاع، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالصاع، أمر بالطعام وحدده بالصاع، فدل على أنه لا بد من إخراج الطعام الذي يؤكل في البلد. ولو كانت النقود مجزئة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من وجد مالا في حمامات الحرم، ماذا يفعل بها؟ هذا إن كان أنه يبي يلتزم بالتعريف عليها والبحث عن صاحبها يأخذها ويبحث عن صاحبها، وإن كان ما هو ملتزم أو يقول ما أصبر على المتابعة وعلى البحث يتركها، ما يعلق ذمته شيء ما يقوم بواجبه، هذه مسؤولية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يعرفها ويبحث عن صاحبها. نعم، هناك مكتب للضائعات، إذا كان يأخذها ويوديها للمكتب فيؤديها للمكتب وهم يبحثون عن صاحبها، أو من ضاع له شيء يروح للمكتب يجدها عندهم. أما أنه يأخذها ويتركها ويهملها فلا يجوزها، لا بد أنه يقوم ببحث عن صاحبها أو يوديها للمكتب المخصص لهذا للضائعات. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، نحن طلاب نداوم على حفظ القرآن الكريم والحمد لله، وقد صادف أن تعارض وقت جلوسكم حفظكم الله وإلقاء الدرس مع وقت حلقة التحفيظ، فما الأولى، حضور حلقة التحفيظ أم حضور حلقة درسكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الأولى الجمع بين الأمرين، تحضرون الدرس وتستفيدون وتؤجلون التحفيظ بعد الدرس، أو تقدمونه على الدرس، جعلونه في آخر النهار أو بعد المغرب قبل صلاة العشاء، إما أنكم تقدمون الدرس أو تؤخرونه تحضرون، إما أنكم تقدمون حفظ القرآن أو تؤخرونه وتحضرون الدرس، تجمعون بين الأمرين، هذا أحسن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل السيئة في الحرم مضاعفة، وهل مجرد النية بالسيئة في الحرم تكتب سيئة؟ الحسنات مضاعفة كما في الحديث: الصلاة عن 100,000 صلاة. وأما السيئات الله جل وعلا يقول: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئات لا تضاعف ولكن تغلظ، السيئة في الحرم تغلظ، ولا تغلظ بالكيفية ولا تضاعف بالكمية، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني الحرم، نذقه من عذاب أليم. السيئة تغلظ ولا تضاعف. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا شككت في عدد الأشواط حول الكعبة، ولكن والدتي تؤكد أننا قد أتممنا الطواف، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الشك في أثناء الطواف فإنك تبني على اليقين، تبني على الأقل وتكمل الطواف لأجل تخرج من العبادة بيقين. أما إذا خلصت من الطواف ولا حصل عندك شك وقت الطواف، وإنما حصل بعد ما خلصت من الطواف، فلا تلتفت لهذا الشك، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم.